بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قضية النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام تكررت في القرآن الكريم في 20 سورة، وكرر اسم النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام 136 مرة. واختصت هذه القضية في القرآن الكريم بحوالي 900 آية، يمكن سبع القرآن الكريم حول النبي موسى وقضيته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يكشف عن أهمية قضية موسى لاحتوائه على كثير من العبر والمواعظ التي ترتبط بالأمة الإسلامية وبجميع الأمم على مر العصور. دقائق كثيرة وخفايا مهمة ومواعظ وعبر متعددة لمختلف شرائح المجتمع. ولذا الله تبارك وتعالى سلط الضوء على هذه القضية على مختلف جوانبها في القرآن الكريم ليعتبر المعتبرون ظالما ومظلوما، حاكما ومحكوما، لتكون هذه القضية عبرة لهم. بدأت هذه القضية قبل انعقاد نطفة موسى، المنجمون أخبروا فرعون بأنه سيولد في بني إسرائيل مولود يكون بيده زوال ملكك، ملكك راح ينتهي. فرعون فكر أن يحول دون ولادة هذا المولود، سألهم هل انعقدت نطفته؟ قالوا لا. من أي قوم يكون؟ من بني إسرائيل. الأمر سهل، لنفرق بين النساء والرجال حتى لا تنعقد هذه النطفة. فرق بين الرجال والنساء، ولكن مشيئة الله فوق
كل الإرادات، أكبر جبار على وجه الكرة الأرضية لا يتمكن أن يحول بين الله وبين إرادته. هذا النموذج الله تبارك وتعالى يعرضه لنا. انعقدت نطفته كما يقول بعض المؤرخين في قصر فرعون. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. من فرعون ومن هم الطغاة؟ هذه القضية من بدايتها لنهايتها عبرة لكل الطغاة على مر العصور يعتبروا من هذه القضية. لما هذا الطغيان؟ ثم قضية ولادته، حمله وإخفاء الحامل، ثم قضية الولادة وإلقاؤه في التنور المشتعل نارا، ثم إلقاؤه في اليم، ثم إخراج العدو له. فرعون أعدى أعداء موسى، أخرجه ورباه في كنفه، وترعرع موسى في أحضان فرعون. هذه إرادة الله تبارك وتعالى. وحاول فرعون عدة مرات أن يقتل موسى وهو صغير، لكن الله تبارك وتعالى حفظه. ثم كبر، وتلك القضايا المفصلة. ثم هاجر من مصر إلى مدين، وكان مع شعيب فترة 10 سنوات، وتزوج بابنة شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد أن انتهت تلك الفترة المقررة، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أخذ بيد زوجته وأغنامه أيضا معه ليعود إلى الوطن. استأذن النبي شعيب ليزور أمه كانت حية، الفراق بينهما طال، اشتاق الولد إلى أمه فأراد زيارة الوالدة. هذه القضايا أشيرت إليها في القرآن الكريم في كل مكان من زاوية معينة. مساحة كبيرة في سورة طه حول قضية النبي موسى، حوالي 80 آية تبدأ من هنا، من حين رجوعه إلى أرض الوطن، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه الآيات نزلت في مكة، والرسول صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى مدينة، فكأن الله تبارك وتعالى يريد يسلي الرسول صلى الله عليه وآله ويسلي المؤمنين، إذا تتركون الوطن موسى أيضا النبي كليم الله أيضا ترك الوطن، هاجر ففررت منكم لما خفتكم، ولكن النصر كان معه في نهاية المطاف، وعاد إلى أرض الوطن. يا رسول الله، أنت أيضا لو تركت مكة وهاجرت ستعود إن شاء الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود إن شاء الله، ولكن الأمر بحاجة إلى مقدمات.
ومقومات، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه القضية عبرة لكل المؤمنين المجاهدين على طول التاريخ، صبروا أياما قصيرة، النتيجة النصر من الله، أعقبتهم راحة طويلة، أما في الآخرة فواضح، وأما في الدنيا فالنصر حليف المؤمنين. المؤمن بحاجة إلى الصبر كما صبر موسى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الرسالة الإلهية وأداء هذه الرسالة بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى استقامة، بحاجة إلى تحمل المصاعب، بحاجة إلى همة عالية. انظروا إلى قضية نوح، انظروا إلى قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، انظروا إلى حياة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لاحظوا سيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، كم تحملوا وكم عانوا ما عانوا وكم جاهدوا في سبيل الله. عبرة لكل مؤمن، عبرة لكل مجاهد. كما أن هذه القضية تحذير وتهديد لجميع الطغاة على مر العصور، هذه القضية لا ترتبط بقضية فرعون فحسب وقبل 6000 سنة أو أقل أو أكثر أو 3000 سنة مثلاً، مترتبط بطاغية من الطغاة ادعى الربوبية، لا، على مر العصور جيلاً بعد جيل تحذير وتهديد لكل الطغاة، اللي مصيركم مصير فرعون. ما يحتاج واحد يلاحظ الماضي البعيد، لا، واحد خلي يلاحظ هذا الحاضر اللي احنا نعيش فيه، هذا اللي كلتنا كلكم ذقتوا مرارته. الطاغية صدام الذي حكم العراق أكثر من 30 عاما، شنو كان مصيره؟ أنا أتذكر قبل سقوطه ب10 سنوات أحد الأعلام المطلعين على الشؤون العراقية، واحد خبير كان ومطلع على القضايا في داخل العراق، حينها كنا في سوريا، قال لي وقال لبعض حسب استطلاعه للمنطقة وللأوضاع السياسية، قال صدام أرسى دعائم حكمه لنفسه ولأولاده ل300 سنة، مسيطر على الحكم هكذا، يريد يعيش هو وأولاده وأحفاده ويحكم العراق 3 قرون، هكذا أرسى دعائم حكمه. هذا الكلام يمكن كان قبل 10 سنوات من سقوطه أو أقل، قبل 7 سنوات 8 سنوات، ولكن إرادة الله تبارك وتعالى فوق كل الإرادات. عبدي تريد، في الحديث القدسي الشريف، عبدي تريد وأريد، أنت تريد الله تبارك وتعالى أيضا يريد.
ولا يكون إلا ما أريد. 300 سنة تحولت إلى شنو؟ بضع سنوات. الله تبارك وتعالى سلط عليه ظالما من أقاصي الكرة الأرضية ليأتي ويزيحه من الحكم. تلك الفضائح الكبيرة والعار الذي لحقه. الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. واحد يجي حاكم ظالم من أقصى نقاط الأرض ليزيحه عن عرش الحكم بتلك الذلة والمهانة. مو قضية قضية فرعون وموسى، القضية قضية كل طاغ وكل مصلح. اصبر، هذه النتيجة. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في يوم من الأيام فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وفعل ما فعل من الجرائم تجاه بني إسرائيل. حقيقة تلك الجرائم التي يندى لها جبين البشرية. واحد وقت اللي يطالع جرائم فرعون يشوف حقيقة جرائم قل نظيرها. بقر بطون الحوامل، هاي واحدة من أسهلها، الحامل المرأة من بني إسرائيل حتى لا يولد موسى، ابقروا بطنه. ولد موسى، اذبحوا كل مولود. شقد من الأطفال ذبحوهم. واحد اللي يشوف الجرائم التي ترتكب اليوم جذرها تلك الجرائم التي صارت في العهود والأمم السابقة. ولكن النصر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. هذه الآيات كأنها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وتثبيت له لنثبت به فؤادك، وموعظة وعبرة للمؤمنين. وهل أتاك حديث موسى؟ هل في اللغة العربية للاستفهام. الاستفهام قد يكون استفهام حقيقي، سؤال حقيقي، يعني واحد جاهل ما يدري يسأل فلان اجل او لا، منو اكو بالبيت، هذا استفهام حقيقي. ولكن الاستفهام الحقيقي بالنسبة الى الله تبارك وتعالى محال. الجاهل يستفهم استفهاما حقيقيا، أما الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. الله المطلع على أخفى خفي تحت البحر في صخرة صماء يطلع عليه، هل يخفى عليه شيء حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وهل أتاك حديث موسى؟ الاستفهام قد يكون استفهام حقيقي وقد يكون لغيره من الوجوه، مثل استفهام استنكاري يريد يستنكر فرجي. يعرف ذلك بالقرائن، بالقرينة واحد يقدر يشخص أنه هذا استفهام حقيقي أو استفهام استنكاري أو استفهام تقريري. هنا الاستفهام استفهام تقريري. يعني شنو الاستفهام التقريري؟ إذا واحد يريد يعطيك فرد خبر، يريد يهيئ نفسية الإنسان، خبر مهم يريد يعطي للمخاطب، ولكن قبل إعطاء الخبر يريد يهيئ نفسيته، يهيئ الأرضية حتى المتلقي للخبر
يتلقى الخبر باشتياق وانتباه وتوجه. واحد يجي إلى جمع يقول لهم سمعت بالخبر، كلهم يلتفتون، شنو تريد تقول؟ شنو تريد تحكي؟ ما هو الخبر؟ نوع من الفات الأنظار وتوجيه الناس المستمعين ليتلقوا الخبر وهم متطلعين إليه. كما أن في القرآن أكو استفهام من قبل الله تبارك وتعالى، وهو ليس استفهاما حقيقيا، يعرف من المقام من القرائن أنه استفهام تقريري أو أي نمط آخر من أنواع الاستفهامات. كذلك نجد في الروايات بالنسبة إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام استفهامات. هذا النوع من الاستفهام في الآيات الكريمة مع علم الله تبارك وتعالى تحل المشكلة الواردة في بعض الروايات، حيث نجد المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يسأل الراوي. هنالك البعض ممن لا يعتقد بعلم الغيب للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، يجي يستشكل يقول المعصوم سأل، فإذن هو ما يدري فلا يكون معصوما. هذه الآية تحل تلك الإشكالية في الروايات. كما أن في القرآن الكريم هنالك استفهام ليس باستفهام حقيقي، لأن الجهل محال على الله تبارك وتعالى، هو نور لا ظلمة فيه، هو عين العلم لا جهل فيه. كذلك بالنسبة إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعض الأحيان يطرحون السؤال ولكن لغرض آخر ليس هو استفهام حقيقي. فإذا ثبت بالدليل وهو ثابت بأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم كل شيء، كل شيء في صدر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يعرفه بحذافيره تعليم الله تبارك وتعالى، فتلك الاستفهامات تكون مثل هذا الاستفهام في هذا المقام. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ هذا في رجعته من مدين إلى مصر ومعه ماشيته أغنامه، آخذا بيد زوجته في تلك الليلة الظلماء الباردة جدا، ظلام وبرد شديد. فظل الطريق وتفرقت ماشيته، كما في بعض الروايات وبعض التواريخ اللي استفيدت من بعض القرائن المحيطة بالقضية أنها كانت في ليلة ظلماء في ليلة باردة جدا، وقد تفرقت الماشية وقد ظل الطريق. ولكن عند اليأس الرجاء، فرأى بصيصا من نور. ما هو ذلك النور؟ وإلى أين وصل النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام؟ نشير إلى بعض تلك التفاصيل في الليلة القادمة بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.